ما حكم الذين يأتون إلى الحرم بالكاميرات ويصورون الناس؟ تصوير حرام في كل مكان، وفي الحرم أشد. لا يجوز التصوير بالكاميرات ولا غيرها. لعن الله المصورين كما في الحديث، والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة.